بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال صعيد مصر. الوايت والبلاك والجري على المونيتور. حاجة تانية اسمها الدبث. الدبث ده بيبقى بنبدأ عادة بهاير دبث. هاير دبث يبقى بيخلينا نشوف البيج بيكتشر او صوره كبيره للاستراكشر اللي احنا بنبص عليه. بعد كده لو انا عايز اتارجت جزء معين بقلل الدبث، يبقى انا بعمل زي بعمل زوم على مكان معين عايز ابص عليه كويس. بعد كده ثالث حاجه البروب اورينتيشن. طبعا كل بروب بيبقى فيه حاجه موجوده فوق زي اللي هي موجوده فوق خالص دي البروب نوتش. دي البروب نوتش لازم تشوف هي موجوده فين على الشاشه بالنسبه لك عشان تعرف الاورينتيشن بتاع الاناتومي بتاع الاستراكشر اللي انت بتبص عليه. يعني لو البروب ممكن تلاقي مثلا منظر البروب نوتش فوق هنا بس انت قلب الصوره والنوتش بصه لتحت، فلازم تبقى عارف الاورينتيشن بتاعك ازاي. ليه بنحب نستعمل الترا ساوند حاليا؟ طبعا الايام دي بقى هي ايرا موجوده كبيره جدا وورلد وايد ان احنا استعمال الترا ساوند في تشخيص التشست ديزيز خصوصا في الانتنسيف كير. وبقى الالترا ساوند مش مجرد حاجه رفاهيه موجوده، لا هو ده بقى حاجه مانداتوري انها تبقى موجوده في الانتنسيف كير. طبعا في تشست وفي حاجات ثانيه زي بيتكلموا عليها دول، حاجه اسمها البوكس او بوينت اوف كير الترا ساوند اللي هو بيستعمل الالترا ساوند في التشست دايجنوزس، في الفاسكولر ممكن تستعمله، في الكرينيال الترا ساوند بقى حاجه مانداتوري تبقى موجوده في الاي تيو. طيب ليه بنستعمل الترا ساوند؟ احنا قلنا ان هو كوست وايز طبعا هو انكسبنسيف والموست نو كونسيومبل كوست، ومفيش راديشن زي الاكس رايز او الحاجات الثانيه السي تي. سيفلي ريبيتابل، ممكن تعمله وانت جنب العين كذا مره وتعيد زي ما انت عايز براحتك. طبعا مش هتستنى حد يجي لك ان هو ينتربريت او يبعت لك تستنى نتيجه مثلا سي تي او تستنى نتيجه اكس راي. efficient بيديك immediate information، بيقلل iatrogenic complications وراديو اللي هو الراديولوجيكال complications، بيقلل transfer of critical ill patients لاماكن ثانيه. وطبعا اللي بيعمله ده مش لازم يبقى معاه certification ان هو لازم يبقى معاه certification يشتغل الترا ساوند، لا انت ممكن تتعلمه هو حاجه بسيطه جدا وسهله ممكن تتعلمه بسهوله. يعني في طبعا كل حاجه بيبقى ليها مزايا وليها عيوب، بس طبعا عيوبه اقل كتير قوي قوي من المزايا بتاعته. في البيتفولز بتاعته اللي هي الاوبريتور ديبندنت، تعتمد على الاوبريتور اللي شغال، وبعض الناس ممكن تعمل انكوركت انتربريتيشن للداتا اللي هي شافتها، وطبعا بور بنتريشن ثرو بون والاير والويز بيشنتس. ده بعض البيبرز كانت بتتكلم على موضوع الالترا ساوند فيوز في الانتنسيف كير خصوصا، واللي هو البوينت اوف كير الترا ساوند او بوكس. التيك هوم مسج، الالترا ساوند كان جنريت ايمجز ان ريل كويك اند بيرفورم اند مي بي ريبيتد ايزلي اند وذاوت راديشن اكسبوجر. تاني حاجه البوينت اوف كير الترا ساوند allows الكلينيشنز تو ميك ريل تايم دايجنوزيس اند تريتمنت ديسيجن تو اوبتمايز ذا كير ذات بيشنت ريسيف ان بي اي سي يو. ثانك يو فيري ماتش. مركز دكتور مجدي يعقوب. في الاول طبعا بشكر مجدي مصطفى على الدعوه الكريمه، مبسوط ان انا في وسطيكم في المنيا هنا، وبشكر برضو دكتور محمد مجدي على الدعوه الكريمه، شكرا ليك. انا هاخد من دكتور محمود وهنكمل، هي محاضراتنا هتمشي كده، انا هكمل بعده حد هيجي ياخد من اخر كلامي هيكمل. النهارده هنتكلم على النورمال تشيست الترا ساوند، وانا بقول تشيست مش لانج. دكتور محمود قال الكلام ده انا هعدي عليه بسرعه. ليه الالترا ساوند؟ هو بيتسايد، هو سيف، هو نون انفيزيف، انا مش بحل للعيان اي صبغه، مش بودي العيان القسطره، مش بودي العيان السي تي، جنب العيان الجهاز موجود جوه الرعايه، كل اللي انا عايزه البروب والجهاز وبقدر اعمله في اي وقت وفي اي مكان. ليه الانتنسيفست او البيدياتريشن هو المهم ان هو يعمل الالترا ساوند مش الراديولوجيست؟ لكذا سبب. اول حاجه ان الانتنسيفست موجود جنب العيان في الرعايه طول الوقت، الراديولوجي انا محتاج
احدد ميعاد واشوف هو هيقدر يجي امتى علشان يعمل الالترا ساوند. الانتنسفست او البيدياتريشن هو بروبلم بيست، هو عارف مشكله العيان ايه. الراديولوجيست هو جاي انا هعمل سكان لللنج اليمين. والجمله الشهيره في الاخر الريبورت فور كلينيكال كوريليشن اللي هو بتاعنا. الانتنسفست هو عارف الدياجنوزس، هو عارف المانجمنت، هو عارف الفولو اب، هو بيكمل مع العيان رحلته. لكن الراديولوجيست هو جاي فور دياجنوزس بس. وزي ما قلنا هو نفس الدكتور بتاع العيان، هو اللي قاعد جنبه، هو اللي بيتابعه، هو اللي هيكتب له علاجه، هو اللي هيخرجه. خلينا نقول ان الالترا ساوند هو مش بيريبليس الهيستوري ولا الاكزامينيشن ولا الكلينيكال جادجمنت، هو اداه تول معانا بتساعدنا ان احنا ندياجنوز او بتاكد الدياجنوزس بتاعنا فقط. ليه؟ زي ما قلت لكم في اول محاضره انا بقول شيست مش لنج، لان احنا واحنا داخلين عبال ما نوصل لللنج بنعدي على كذا ستراكشر مهمين. انا بجهاز الالترا ساوند اقدر اسكان اي حاجه في جسم الانسان، زي ما قال دكتور محمود عبد الله كلمه البوكس، انا ممكن اسكان البرين، الاي، فوكال كوردز، التشست، فاسكولار، والابدومين كمان، والهارت اوف كورس. طيب ثرو واحنا بنكزامن التشست الترا ساوند انا بشوف التشست وول، بشوف البلورا، بشوف اللنج بارينجما، وبشوف الديافراج، وما ننساش الفوكال كوردز كمان. قبل ما نبدا نقول الحاجات دي نقول البروب بتاعنا بيتحط فين علشان نعمل تشست او لنج الترا ساوند. عندنا اربع اماكن مهمين بنسميهم لنج زونز، L1 L2 L3 L4. L1 او لنج زون 1 دي عند السكند والثيرد والفورث انتركوستال سبيس انتيريو تشيست وول. L2 من 5 ل 8 على انتيريو تشيست وول. L3 من الفورث للفيفث انتركوستال سبيس بتوين الانتيريو والبوستيريور اكزيلري لاين. الوحيده اللي على الباك هي L4 البوستيريور تشيست وول، دي مهمه جدا عشان بلورال افيوجن لو هعمل بلوروثينسيسيس برضو الترا ساوند جايدد. L1 و L2 بنشوف فيهم الابر والميدل لوب في الرايت لانج والابر لوب في الليفت لانج، و L3 و L4 بنشوف فيهم اللور لوبس في الرايت والليفت. دي البوزيشنز برضو، في L1 L2 L3 العيان بيبقى نايم على ظهره سوباين بوزيشن، L4 العيان بيبقى قاعد. في وضعيتين للبروب، يا اما يبقى لونجيتيودنال يا اما يبقى ترانسفيرس. لونجيتيودنال بروب محطوط بيربنديكولار على التشست وول والماركر بوينتنج لفوق. اهم حاجه ان النوب بتاعتنا نبقى شايفينها على الجهاز وشايفينها على البروب اللي معانا. ترانسفيرس سكان بنحط بنغير البروب 90 درجه بيبقى بالعرض بتوين انتركوستال سبيس، ودي الصوره. ده اللونجيتيودنال سكان وده الترانسفيرس سكان بيبقى محطوط ازاي. نبدا باول حاجه التشست وول، بنشوف ايه واحنا داخلين من بره لجوه. سكن سبكوتينيوس تيشو وانتركوستال ماسلز. الريبس بتبان ايكوجينيك سيرفيس، في شادو هنشوفه في الصوره اللي بعديها، بيبقى في الاوسفايد بورد هايبر ايكويك لو كارتلانجينس بورد، لسه بيبي صغير. نقدر نشوف الكونتينيتي بتاعت الريبس والاسترنم، نقدر نتابعها لو في فراكشر لو في فيشر. للامانه احنا مش بنستخدم ده كتير، ما بنشوفش فراكشرز كتير في الاطفال، ولكن هي مهمه ان احنا نشوفها. دي صوره باينه فيها ان الريب مكسور في النص، وزي ما بقول لكم مش بنشوفها كتير ومش بنستخدمها في البراكتس. تاني حاجه بنشوف الريبس، زي ما قلت لكم في دايره سوده دايرتين سود، للاسف مع البوينتر مش معرفش هنا اهو. الشادو الاسود مكمل بتاع الريب لحد تحت ومكمل لحد تحت من الدايره السوداء ومكمل بعدي، واللي بينهم ده الانتركوستال سبيس. اللنجز النورمال لنج او شكل اللنج بتبان في الالترا ساوند بشكل بات خفاش. انا الصراحه مش من الناس اللي بتتخيل قوي، بالنسبه لي الموضوع ده صعب، لكن هم قالوا ان الاثنين ريبس وما بينهم التشست وول هو شكله زي خفاش فارد جناحاته وداخل عليك. في ناس بتتخيل وشايفاها كده، انا الصراحه مش بتخيل ومش بشوفها كده قوي، لكن هو ده الوصف اللي مكتوب. الشادو بتوع الاثنين ريبس والبلورال لاين اللي في النص زي الخفاش زي كده، نفس المنظر تحس ان هو جاي عليك. هنشوف فيديو برضو اوضح يورينا
ادي الاثنين ريبس انتركوستال سبيس، وفي حاجه تحت بتتحرك، اللي بتتحرك تحت دي هي اللنج. نرجع تاني نشوفها. تاني حاجه واهم حاجه هي البلورا. في النورمال ايريتد لنج اللي ما فيهاش باثولوجي، الحاجه الوحيده اللي تقدر تتشاف هي البلورا بحاجه اسمها كلمه لنج سلايدنج. السلايدنج ده هو ايه؟ هو حركه الفيسترال والبرايتر بلورا على بعضهم، واللنج بتكسباند، بتبدا تتحرك، بشوف خط بيتحرك. ده مهم جدا ودياجنوستيك لكذا ديزيز جوه اللنج، هنعرف في المحاضره دي والمحاضرات الجايه، بس مهم نشوف اللنج سلايدنج. في الفيديو هنا دي الصوره، ده البلورال لاين الابيض اللي احنا شايفينه، خلاص اللي مشاور عليه السهم، هنشوفه وهو بيتحرك في الفيديو. ده السلايدنج، شايفين ده اللنج سلايدنج، البلورا بتتحرك مع اللنج اكسبانشن، واضح؟ هيك. فيديو تاني، بفيو تاني، شايفين الخط الابيض اللي بيتحرك بتاع اللنج سلايدنج او البلورال سلايدنج. ده برضو ترانسفيرس فيو، شايفين البلورا بتتحرك ازاي، السلايدنج موجود ازاي. ده مهم جدا، في المحاضره اللي جايه هنشوف وهو جزء منه ما بيتحركش. بالام مود برضو نقدر نشوف الحركه بتاعه البلورا، نقدر نشوف هي بتتحرك ولا لا. الساين دي اسمها سي شور ساين، برضو من الناس اللي بتتخيل وبتفكر بتقول ان ده شبه شاطئ البحر. ده البحر والشور تحت الرمل بتاعه. الجزء بتاع البحر السي ده هو جزء ثابت، ده الجزء بتاع السكين والسبكتينيوس تيشو اللي هو بيتحرك بس لفوق لتحت لكن مش بيكسباند. الجزء اللي تحت ده الشور هي الحركه بتاعه البلورا مع الاكسبانشن بتاع اللنج. يبقى احنا نقدر نشوف البلورا بطريقتين، بالدي وبالام مود. لنج سلايدنج زي ما قلنا هي حاجه مهمه. لنج سلايدنج ممكن تبقى ابسنت في نيوموثوركس، في الاتيلكسيسز، في البارتشال انفيزيما، او اي كوز بيمنع ان اللنج تتحرك حركه طبيعيه. وجود لنج سلايدنج ده معناه ان مفيش نيوموثوركس، وده هنعرفه في المحاضره اللي جايه. ايه الفايندنجز اللي ممكن نلاقيها واحنا بنبص؟ زي ما قلنا ان النورمال ايريتد لنج ما بيبقاش فيها حاجه باينه قوي، لكن بيبقى فيها ارتيفاكتس. مهم جدا ان احنا نعرف الارتيفاكتس دي هي نورمال ولا حاجه ابنورمال. اول حاجه معانا هي الاي لاين. الاي لاين دي هايبر ايكويك هوريزونتال لاينز موجوده على ريجولار انترفالز من البلورال لاين. ده ارتيفاكت نتيجه الريبيتيشن بتاع البلورال لاين. هنلاقيهم بالعرض مكملين في كل الصوره وعلى مسافات متساويه من البلورال لاين، يعني المسافه من الخط الاولاني البلورال لاين للتاني زي بعض، ومن التاني للتالت زي بعض. ده نورمال فايندنج ارتيفاكت زي ما بنقول. عندنا هنا باللونجيتودينال سكان باين الاي لاينز بالعرض اهي، وبالترانسفيرس سكان برضو الاي لاينز باينين. زي ما قلنا ان الارييتد لانج لو الويف بتاعت الالترا ساوند ما لقيتش حاجه تخبط فيها فهي هتعدي، فمش هيبان حاجه. ده معناه ان اللنج دي كويس. اول ما ابدا اشوف حاجه انا هشك، لا اللنج دي فيها باثولوجي، اللنج دي مش سليمه. البي لاينز، البي لاينز ممكن تبقى نورمال وممكن تبقى ابنورمال، لو عددها قليل فهي نورمال. دي فيرتيكال لاينز جايه من البلورال لاين ونازله للايدج بتاعت السكرين من غير فيدنج. دي بتبريزنت السكند انترلوبيال ريسبتا والاكسترا فاسكولار لانج ووتر، الميه اللي موجوده في الرئه. دي هتبقى زياده امتى؟ لو عندنا بالمونري اديما، لو عندنا كونجستد، لو عندنا اي ار دي اس، وبتتحرك مع اللنج سلايدنج. لما البي لاينز بتطلع بتغطي على الاي لاين لحد 2 او 3 بي لاينز، ده اكسبتد. اكتر من كده اللنج دي بتغرق، اللنج دي كونجستد، اللنج دي مش طبيعيه. ادي الاي لاينز وادي البي لاينز. الاي لاين اي والبي لاين. ده فيديو مورينا بي لاينز خفيفه مش كتير، هتحس انه في شادو نازل من البلورال لاين بالطول. في حاجه اسمها زي لاين، دي ارتيفاكت، ما تلخبطناش ما بين الاي لاينز والزي لاينز. هي ارتيفاكت صغير مش بيكمل مع الصوره كلها، بيبقى على مسافات الريجولر، برضو هي ارتيفاكت من البلورال لاين. دي حاجه طبيعيه وما تلخبطناش وما تقولناش ان في حاجه مش مظبوطه.
ده افرام، ده افرام من الحاجات اللي بنبص عليها مهمه جدا، وفي شغلنا احنا كمان كبوست اوبرتيف كارديو ثوراسيك اي سي يو مهم جدا عشان نقدر نشوف حركه الدايفرام الموشن بتاعته، نقدر نشوف الدايفراجماتيك بولس. ممكن نحدد نشوف الدايفرام ب2 دي او برده بالام مود. ب2 دي عادي انا بشوف اتنين كوبيلا بيتحركوا مع بعض ولا لا، بيتحركوا ولا لا، ولا فيكسد قصدي. ده اول فيديو بيورينا اتنين كوبيلا بيتحركوا مع بعض، ده اليمين فوقيها الليفر، الشمال هنلاقي فوق السبلين، الحركه مع بعض وسينكرونايزد. هنشوف الابنورمال في المحاضرات الجايه برضو هنا بيتحركوا مع بعض الدايفرام. سبكوستال فيو لازم اشوف الاثنين مع بعض عشان اقارن. بالام مود بشوف جزء بيتحرك، الجزء اللي فوق ده الليفر طبعا مش بيتحرك، ومن تحت هنلاقي الحركه بسيطه باينه بتاعه الدايفرام. نقدر نشوف الفوكال كوردز برضو بالالترا ساوند، بيشنت بينام سوباين، بنحط البروب بيربنديكولار للميد ثرايد كارتليج زي الفوكال كوردز بتتشاف وهي بتتحرك. نقدر نشوف الاثنين فوكال كوردز بيتحركوا ولا لا، نقدر نشوف في ريكارنت لارينجيال نيرف انجري ولا لا ان ذا فورم اوف فوكال كورد باراليسيس. في بعض الناس بتستخدمها كمان عشان تشيك الانتيوبيشن، ولو اني اعتقد الانتيوبيشن هو حاجه ايمرجنسي محتاجه دايركت فيجواليزيشن، لكن في بيبرز دلوقتي بتتكلم عن بتاعه الالترا ساوند في ان انت تشوف العيان ده فعلا الانبوبه دي موجوده في التراكيه ولا موجوده في الاسوفجس. زي ما هنشوف ادي الابيجلوتس والرايت والليفت فوكال كوردز. الصوره ممكن ما تكونش واضحه شويه لكن الفيديو هيبقى واضح حبتين. هنشوف اتنين فوكال كوردز بيتحركوا، هم مكبرين الصوره شويه، اللي بالازرق هم الفوكال كوردز والثايرويد كورتليج عليهم. ممكن نرجع ده تاني عشان نشوفهم، اتنين فوكال كوردز بيتحركوا بالالترا ساوند. انا جبت لكم صوره من الشيت بتاعنا في اسوان، ده الشيت بتاع اللنج الترا ساوند. شيت سيمبل جدا، في البيشنت الداتا بتاعته، بلورال لاين ايه اخبارها، البارينكمال بي لاينز موجوده ولا لا، في برونكوجرامز، في كولابس واتلكسيس، الحاجات دي هنعرفها في المحاضرات الجايه، في بلورال افيوجن ولا لا، الدايفرام اخباره ولا ايه، في نيوموثوركس ولا لا، وكونكلوجن. معلش طولت عليكم، بس اخر حاجه خلاص تيك هوم مسج، زي ما بنقول الترا ساوند بيورينا ايمجز في نفس الوقت نقدر نعمله جنب العيان موجود. اهم حاجه ان في النورمالي ايريتد لانج الاونلي ديتكتبل ستراكشر هو البلورا والاي لاينز وممكن اثنين او ثلاثه بي لاينز. وانس ان السونار خبط في حاجه جوه اللانج لازم يبقى في باثولوجي موجود. تنسوش الدايفرام، ما تنسوش الفوكال كوردز في التشست الترا ساوند. ثانك يو.